النهارده بنتكلم على خل الخشب، درجة نقاء أنا ما شفتهاش قبل كده. الشباب اللي زي الورد ده ساعد حضرتك وقدرنا نطلع منتج جديد للسوق. يعني ايه خل الخشب؟ فوائده، استخداماته. احنا الحمد لله مشروع التخرج بتاع السنه دي 2024 مع الشباب اللي زي العسل دول، كنا عملنا مشروع عباره عن جزئين اتنين، جزء وحده انتاج خل خشب كامله، بنطلع خل خشب بتركيز الحمد لله يعتبر بينافس المنتجات اللي موجوده في السوق، بيطلع اكتر من 30%، تركيز اكتر من 30% خل خشب، وحاولنا نستخدمه على بعض المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح عشان خاطر نشوف تاثيره على ايه المحاصيل، سواء عملي على القمح شغل بتاعه على القمح كان مزود الانتاجيه عندنا بمعدل يفوق ال 35%، مطلع معانا الحمد لله لحد دلوقتي الانتاجيه اللي محسوبه عندنا حوالي 29 اردب للفدان. احنا الحمد لله عملنا الوحده عندنا بالجهود الذاتيه، عاملينها في صوبه القسم، في الصوبة الخاصة بالقسم. الوحدة بتقدر تنتج خلال 20 ساعة معدل خل خشب حوالي من 15 ل 16 لتر من إنتاج إجمالي 40 كيلو خشب. هو للتسميد مش كده؟ للتسميد والرش. طب بيعمل إيه في النبات؟ عايز أعرف. أو بيكافح إيه؟ هو بيقدر يخلي النبات يقاوم الاسترس المائي او العطش والجفاف الخاص بالنبات، بيخلي النبات ان هو انا كاني بالضبط قاعد في تكييف. يعني هو زي مغذي كده للنبات؟ هو زي مغذي للنبات بالفعل. هو البي اتش بتاعه منخفض جدا، حوالي من 2.5 ل 3، ده الانديكيتور بتاعه. بشوف الخل بتاعي كويس ولا مش كويس من البي اتش بتاعه. من البي اتش لما بنضيفه للارض بيعمل تيسير للعناصر الغذائيه اللي موجوده، بيعمل ذوبانيه اعلى العناصر اللي موجوده، بيقلل قيمه البي اتش اللي موجود خاصه الارض المصريه عندنا كلها اراضي مائله للقلويه، البي اتش بتاعها فوق 8. فاضافه خل الخشب للارض بمعدل ثابت كل فتره زمنيه بيقدر يعمل لي ذوبان اكتر للعناصر، وبالتالي امتصاص افضل وانتاجيه افضل. هو بديل لحاجه معينه بنستخدمها النهارده؟ هو حاليا ممكن يبقى بديل لكل منشط الجذور، يعني هو منشط عام للجذور، طارد للنيماتودا، طارد للاحفين الجذريه، طارد لكل الحشرات اللي بتيجي للارض. الفدان جرعته قد ايه؟ معدل من 3 ل 5 لتر للفدان، معدل ثابت كل 20 يوم اضيف اديله اضافه للفدان. اللتر بكام؟ اللتر حاليا ممكن يعمل فرنج ال 50 جنيه او 55 جنيه.